الإنسان الذي يظن أنه يمكن أن يحافظ على عرشه وعلى سلطانه وعلى إمارته وعلى رئاسته من خلال الدعم الأمريكي والدعم الإسرائيلي فهو واهم. إذا كان يواجه شعبه ويواجه المسلمين ويواجه الدول الإسلامية العزيزة الحرة التي تواجه المشروع الاستكباري، إنه ينبغي أن يعرف أنه سوف يسقط كما سقط الآخرون من قبله. وهي النماذج نراها بأم العين، كيف أن الأشخاص الذين يبيعون أنفسهم للآخرين ويجعلون أنفسهم عبيدا للآخرين كيف يتخلون عنهم ويتركونهم لحالهم ولشأنهم، وربما حجروا عليهم وجعلوهم في أماكن ضيقة لا يستطيعون أن يتحركوا من خلالها ولا يستطيعون أن يتنفسوا الهواء الطلق.